رمضان كريم وحلقة جديدة من أول الطريق. من أول الطريق النهاردة مع حزام الأمان. بدأت قصة حزام الأمان في منتصف القرن الـ19. مهندس إنجليزي كان بيستخدم حزام الأمان في الطيران الشراعي. في بداية الـ50 كان في دكتور اسمه هانتر شيلدن. الراجل ده كان بيشتغل في الطوارئ في مستشفى من المستشفيات. لقى ان في نسبة كبيرة جدا من الإصابات والوفيات بتيجي نتيجة خبطات في الرأس بشكل مختلف. فبدأ يحقق في أحزمة الأمان اللي كانت متصممة في العربيات في الوقت ده. وتحديدا عام 1955 بدأت فكرة حزام الأمان القابل للسحب. وفي سنة 1966 الكونغرس أصدر القانون الوطني للمرور وسلامة المركبات على أن كل العربيات لازم تلتزم بمعايير السلامة والأمان. سنة 1955 قدمت فورد حزام الأمان في عربياتها على أنها كماليات، لكن المصنع السويدي ساب كان أول شركة بتقدم حزام الأمان على أنها معايير تصنيع السيارة. كان الكلام ده سنة 1958. بعدها قدمت شركة ساب عربية اسمها GT750 في معرض نيويورك للسيارات سنة 58 بأحزمة أمان كأحد معايير السيارة، وأصبح هذا هو الشائع في الوقت ده كله. السويد كان الموضوع ده شغلها قوي. شركة كهرباء سويدي عملت دراسة على حالات الوفيات اللي كانت بتحصل لموظفينها على الطرق، فاكتشفوا ان الحالات دي كانت بتحصل نتيجة عدم وجود أحزمة الأمان. فبدأوا مهندسين السلامة بالشركة يبدأوا تطوير شكل حزام الأمان، وقدموا لشركة فولفو في نهاية الـ50 الفكرة دي، وأصبحت حزمة الأمان من أهم المعايير اللي لازم تكون موجودة في صناعة السيارات في السويد. ظهر مهندس سويدي تحديدا جوه شركة فولفو وبدأ يفكر في تطوير حزام الأمان من نقطتين تثبيت لثلاث نقط، والثلاث نقط كان أفضل بكتير عشان يمسك الجسم من رد فعله في التصادم. وبدأت فولفو تفكر بشكل كبير جدا في تطور حزام الأمان، وبدأ يظهر حزام الأمان ثلاثي النقط في عربيات فولفو، وتحديدا في الفولفو البي في 544. وكان أول موديل للعربية دي بحزام ثلاثي النقط كمعيار أساسي فيها كانت الفولفو 122 سنة 59. وبدأ تجهيز العربيات في الوقت ده، خصوصا ان نزلت شوية عربيات سنة 58 بحزام بنقطتين، لكن بعد كده او زي ما بنقول باللغة الدارجة دلوقتي الفيس ليفت بتاعها حطوا فيها 3 نقط. عام 1970 تم تطبيق اول قانون لحزام الامان في ولاية فيكتوريا باستراليا. بعد ما عملوا دراسة كبيرة جدا لقوا فيها انخفاض عدد الاصابات والوفيات بين رجال الشرطة اثناء سيرهم في الشوارع وتحديدا في الحوادث، فقرروا انهم يعملوا قانون لحزام الامان عشان كل اللي بيركب عربيات سواء السائق او الراكب الامامي اجباري انه يستعمل حزام الامان. وبعد كده اتطور حزام الامان وبقى اهم حاجه لكل اللي بيركب العربيه سواء الراكب الامامي او الراكب الخلفي. فلو سمحت ما تنسوش حزام الامان. خلصت حلقه النهارده، استنوني في حلقه جديده بكره من اول الطريق. رمضان كريم.